ليبايو أخمر. أنا اسمي مسلم عباس من سوريا من كوباني. عمري 48 سنة. نحن ستة، عندي بنت وأربع شباب. جينا من كوباني لهون على تركيا. هلا نحن بالإزمير، عايشين بالإزمير. حياة صعبة يعني، إيجار وشغل فيه وما فيه. نحن بحب نطلع على ألمانيا. اجى داعش ب 25/6، اجى يومين كنا بحصار وتوفى جيراننا وقتلوه ذبحوه، وابن عمي كان عندي طلع من شلون بيت كمان ضربوه. شفنا ان حياة صعبة. كنا ميتين يعني، كنا ما بصدق حالنا بفوت على الاراضي التركية، على البابل شو اسمه، بين كوباني وبين تركيا. يعني وقت الفتنة، وقت الفتنة قلنا الحمد لله، يعني كنا ميتين يعني. ونحن بحب بطلع على ألمانيا مشان الدراسة، مشان دراسة شو اسمه البنت وهدول ولادي يعني، مشان هدول يعني. والله مو نحن مو عم نفكر مشان المصاري ومشان شو، بس مشان مستقبل هدول، مشان ولادنا يعني. تحية للشعب الألماني، تحية للشعب التركي.